شركة أتت متأخرة ولكن سبقت الجميع. أسسها شخصان باستعارة أدوات من أصدقائهم كانت مشروعهم الجامعي، وبدعم يكاد يكون معدوم أنشأوا أكبر موقع في العالم يستخدمه 5 مليار شخص يومياً. ما هي هذه الشركة وكيف غزت العالم؟ نعود بقصتنا لعام 95، حيث التقى شابان في جامعة ستانفورد أثناء تحضيرهم للدراسات العليا. بدأوا في تنفيذ مشروع أطلقوا عليه مسمى باكروب، وكان لذلك المشروع ورقة بحثية فريدة من نوعها قلبت كل الموازين، وكانت تلك هي شرارة تأسيس جوجل. قام بعدها الشابان بالعمل على بحثهم بالرغم من عدم وجود دعم مادي في وقتها، حتى أنهم استعاروا أجهزة كمبيوتر من أصدقائهم ليقوموا بتطوير فكرتهم، وصرفوا جميع مدخراتهم ليحولوا مشروعهم إلى واقع. حاول لاري وسيرجي بيع فكرتهم أملاً بأن يتبناها أحد المستثمرين، ولكن الصدمة كانت عند رفض الجميع لها. ليقرر بعدها لاري وسيرجي الاحتفاظ بها لأنفسهم، وبدأ بالعمل على تطبيقها وتحويلها إلى واقع ملموس. So he had that big joke, and the deal obviously never came to fruition, and we went our own way to build search. طريقة البحث في جوجل هي ما كانت تميزه لاعتمادها على تقنية ثورية لم تكن تطبق في أي موقع آخر، وتدعى البيج رانك أو ترتيب الصفحات. أعرض بعدها الصديقان فكرتهم على أحد المستثمرين الذي انبهر منها، وقرر تمويل مشروعهم ب$100,000 لتبدأ بعدها قصة نجاح ثالث أكبر شركة في العالم وأكثر محرك بحث يستخدم يومياً، بالإضافة للعديد من التطبيقات والمواقع التي لا نستطيع العيش بدونها وتسهل علينا جميع أمور حياتنا. يكمن سر نجاح جوجل في عدة أسباب، بداية من سهولة تصفح موقعهم وعدم وجود العديد من المشتتات التي قد تزعج مستخدمينا. فصفحة البحث في جوجل لا يوجد فيها إلا مستطيل البحث، والأهم من ذلك هو راحة الموظفين الذين يعملون في الشركة والدعم المستمر الذي يتلقونه من مؤسسيها، حتى بات موقع جوجل الرئيسي من الأماكن التي يحلم الناس بالعمل بها. قصة نجاح جوجل تحثنا على الإيمان بأفكارنا ومواصلة العمل عليها حتى وإن كانت غير مقنعة للبعض. لذلك عليك العمل على أفكارك، لربما تغير العالم. شاركوا قصة جوجل للعالم وأخبرونا هل سمعتم بها من قبل أم لا؟